أنا بقول الله ودود يعني محب لكم عطوف. ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل به. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فهو عزتي وجلالي، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب، أهي دي بتاع ودود بقى، أنا لك فبحقي عليك كن لي محبا.